بسم الله، معكم عمر سليم. بجرب حاجة اللي هو برنامج فلاير. ده برنامج من الاجمنتد رياليتي. البرنامج ده ميزته ان هو فيه تطبيقات كتيرة جدا، مش تطبيق واحد. يعني من ضمن الحاجات انا اقول له دلوقتي اول ما ادخل هنا اقول له انا عايز ريكومندد لاير، احسن اللايرات ده بتنصح لي بيها. التويتر ده لو في اي صور موجودة بيبدأ يعرضها لي، تمام؟ فدي صور مثلا موجودة، تمام. الصور اترفعت على التويتر عادي، هو مش بيدخل على جهاز حد يبدأ يسرق حاجة، لا، هي صور الناس رفعتها من على التويتر. ممكن تقول له طب انا عايز الانستجرام، عايز الفيسبوك، عايز كذا، هو يبدا يدور ويجيب لك كل الصور اللي في المنطقه ديت. بحيث ممكن تكون انت رحت مثلا مكان بالليل عايز تشوف ناس صورت الصبح، عايز تشوف صور قديمه من سنين. ممكن اقول له انا عايز حاجات مثلا بدور على مطاعم، لو في مطاعم احنا في طريق شبه ما فيهوش مطاعم، شوبينج مثلا يبدا يجيب لك الشوبينج، حاجات خاصه مثلا بالبنزينه يبدا يجيبها لك، السياحه تورست يبدأ يجيب لك أي حاجة خاصة بالسياحة، تمام. بتبدأ تشوف ايه المكان اللي حواليك، وتبدأ في تطبيقات مثلا بتحطها تبدأ تشوف مثلا المسافة بينك والعربية قد ايه، سرعتها قد ايه، الحاجات دي كلها. هو تطبيق بنصح بيه جدا لأن هو فيه إمكانيات جبارة جدا. بتقوله سيرش اللاير وتقوله مثلا أنا عايز تطبيق عن كذا، تمام، هو يبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه.